هو فنان سوري قدر يحجز مساحة خاصة على شاشة التلفزيون بأعمال درامية متنوعة، وعلى خشبة المسرح كان له حضور بيترك، فالمسرح معشوقه يلي بيترك كل شيء كرماله. أما الشاشة الخالدة السينما فحضوره كان مدروس بعناية. هو أيضا دخل بيوت الناس كمقدم برامج من خلال التلفزيون سابقا وحاليا من خلال الإذاعة. ضيفنا لليوم الفنان يامن سليمان، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم، يسعد صباحك سوريا، يسعد صباح الجيش العربي السوري، يسعد صباحك أريج نيسان، كلكم وكل الناس اللي عم تابعنا هلا بالصباح السوري الحلو. أهلا وسهلا فيك يامن ضمن صباحنا غير. بدي أسألك كيف كانت أجواء رمضان معك بختامه هلأ؟ هلأ متعودين كنا على رمضان لأنه بالعادة من هو شهر الراحة بالنسبة لنا، كمكون كل العمل الدرامي بيكون عم تزبط لشهر رمضان نرتاح برمضان بقى. بس هلأ بما أنه عم نشتغل شيء له علاقة بالتقديم البرامج فعم تكون رمضانية، فعم تكون هذا الشيء أحساب الراحة، فما عم نعيش الجو الرمضاني مثل ما كنا متعودين نعيشه مثل أيام زمان، كان هيك الحميمية القعدة مع العيلة. هلا عم نفتقد هاي الشيء نتيجة البعد، نتيجة الوقت، هاي القصص. يمكن حتى طقوس كثير تغيرت عند السوريين، مو صح. بس نتيجة العمل، نتيجة اشياء كثير. يامن يعني خلينا نحكي شوي عن الدراما هاي السنة وعن اعمالك. انت مشارك ببقعة ضوء ولست جارية، خبرنا عن مشاركاتك هالسنة. المشاركتين مو مثل بعض، مشارك بمسلسل كوميدي اللي هو بقعة ضوء، لأنه دائما بحب التواجد بالكوميديا، يعني أنا من الناس عشاق الكوميديا. أما التواجد الثاني هو بلست جارية، مسلسل شدني فيه شخصية عادل، يعني شخصية الشاب اللي هي تماما ما بتشبهني، الشخص اللي كتير حباب لطيف لدرجة لا توصف، يعني هو متحمل كل عقد خطيبته اللي لها علاقة بأنه هي متعقدة من أبوها، متعقدة من أخوها، من أفعال أبوها وأفعال أخوها، فلذلك فشيته بخطيبة يعني حتى محاولات الخيانة هو بيتقبلها وصابر عليها وصابر على كل هاي العقد وعلى كل مزاجيتها السيئة، لدرجة أنه أحيانا بيستغرب الناس اللي بتبعت لي أنه كيف متحمل. فهي تأثروا بالشخصية ايه يعني. ايه تماما، فهي لأنه شخصية نادرة هي كشاب يعني يكون في هدوء كتير كبير ايه تماما، هدوء كتير كبير وتحمل فاق الوصف، وأنا شخص نقى وحدة بعصب. فلا هي شخصية حبيتها عادل لأنه هي أبدا بعيدة عني، الحبيب الرومانسي العاشق الصبور الهادئ، فلهيك لعبت وما شاء الله تركت أثر حلو، مع أنه بخاف من الأدوار الإيجابية عكس العالم. أنا الأدوار الإيجابية بخاف منها لأنه هي بالعادة الإنسان أو المشاهد بيعلق بمخه الشرير كتير، بينما الحباب هيك بيمروا، فالحمد لله لا قدرنا هيك شوي نترك بصمة بالحباب شوي يعني. يعني انت يامن كنت عم تقول انه بتحب تكون متواجد بالكوميديا، يمكن شوي قريبة يمكن من قريبة مني من شخصيتك، وبنفس الوقت بتحب شيء انه يكون بعيد عنك تأدي لأول مرة. هلا اي اكتر بتلاقي حالك في الشيء القريب منك، القريب من شخصيتك، ام الادوار يمكن يلي ما بيخطر على بالك انك تأديها؟ بحب الشيء القريب مني لما بيكون كوميديا، يعني ما بحب العبه بالدراما الاجتماعي انه العبه او مسلسلات ما لها علاقه بالكوميديا العب شيء قريب مني، لا بحب انه يكون بعد كثير اتطرف بالشخصيه، بينما بالكوميديا بحب العب قريب مني. ليش؟ لانه بالحياه هيك، بالحياه بحب انه انا احول اي شيء، احيانا مضطرين بخلال 6 سنوات من الحرب علينا مضطرين لأنه ما فينا نضل حزنانين كل الوقت، وإذا بدنا على كل مصيبة بدها تصيبنا بدنا نقعد نحزن فرح نقضيها كل العمر حزنانين، فلا تحولنا لأشخاص منحول أحيانا المآسي إلى شيء على القليل نروح عن أنفسنا فيه، أو بيسموها الكوميديا السوداء البيضاء، الكوميديا السوداء. فلا منلعب على الكوميديا أحلى هيك، صعب هلا بهالوقت صعب الضحك العالم تماما، فلا هيك مهمة شاقة وبنفس الوقت حلوة انك تضحك العالم بهالوقت هذا تحديدا، يعني يمكن محتاجين الناس كلياتهم للضحكة. يامن خلينا نحن نروح لنشوف مقاطع ومقتطفات من مشاركاتك لهالسنة وبنرجع لنكمل حديثنا.
يعني يامن شفناك متعدد الادوار بكمان بقعة ضوء، كان لك مشاركه كثير كبيره اليوم في كثير مسلسلات تلفزيونيه كانت خارج السرب برمضان وتم تاجيلها، ومنهم كمان مسلسلات شاركت فيها، تخبرنا عنهم. المسلسلات اللي ما انعرضت نتيجه التسويق، يعني ما صار تسويق، والمشكلة من هون، يعني المشكلة تسويقية من عنا مو من الخارج. يعني لما عم تبلش لعبة كسر الأسعار طريقة مصح عم تأذي الدراما السورية، لما إنسان أي إنسان ما بده يسوق ل أو صانع من صناع الدراما بده يسوق للدراما تبعه ما عم يطلع حواليه إنه أنا لما عم سوق لمسلسل بأسعار مخفضة كتير أنا عم ضر غيري. ضر غيرك، يعني ضريت الدراما كلها بشكل عام، الدراما السورية، وهذا السبب شفناه انه استبعدت اهم المسلسلات، يعني المسلسلات اللي كانت منتظره، شبابيك ولا سايكو ولا هواجس عابره وغيرهم من الاعمال، ما نعرضوا بسبب الاجور الكثير المتدنيه او الاجر المسلسل اللي اجى كثير. تمام، يعني في اعمال صناعة ما رضوا يعرضوها. ما رضوا، ايه تماما. انا محلهم بعمل نفس الشيء، انه انا ما برضى يعني اعرض بهذا السعر، هو اهانه. يعني انت بالاخير قلنا اسمنا، يعني احنا كسوريا قلنا اسمنا بالدراما، ورغم الظروف يعني كمان، ورغم تماما احنا عم نشتغل بكل الظروف الصعبه وكل الشغلات اللي عم تصير، رغم ذلك عم نحاول يكونوا عم يقدموا شيء سويه حلوه. فلذلك تم اقصاء هاي الاعمال بشكل مقصود او غير مقصود، بقى بيرجع للناس اللي هن سبب هاي المشكله، واللي بين قوسين هن صناع الدراما فقط، هن سبب هاي الازمه، ازمه تسويق المسلسلات. بس للاسف انه المسلسلات المستبعده هي المسلسلات اللي كانت ممكن تحقق هيك يعني نوع من سوية، خلينا نحكي عن السوية السورية بالدراما، اللي هي نحن ما بننزل عنها، لازم ما ننزل عنها ابدا، بغض النظر عن الظروف اللي قائمه وصعوبه الانتاج بسوريا، لكن للاسف هيك صار. يمكن الحل بين بعضنا، يعني انا برايي اجتمعوا صناع الدراما ياسسوا لشيء واحد يصنع دراما، يعني مكان واحد يصنع للدراما، على القليلة هيك بنضمن انه ما يصير هاي التنافسية الغير شريفة بتسويق العمل السوري. يعني مصيبة لما بيكون في شخص او ايا كان لما بده يقدم الدراما تبعه على حساب الدراما الاخرى، على مبدا شيلو خود، يعني الدراما السوريه مو شيلو خود، حياته ما كانت الدراما السوريه شيلو خود، الا بصمتها كانت تماماً. يعني وبكل الوطن العربي، وبنعرف دائما انه ايه؟ الدراما السوريه منتظره بشهر يعني رمضان، نحن نتغنج، نحن يعني بحق لنا نتغنج على القنوات العارضه، بحق لنا نحن ننقي، مو نركض نحن وراء القنوات انه يلا الله يخليكم اشتروا من عندنا، لا، السوريين نحن غير. لما عم نتجه نحو هذا الشيء اللي اسمه استسهال، هي مش مشكلتنا الاستسهال، لما بدنا نستسهل بالانتاج ونستسهل بالنص ونستسهل بالتسويق عم نوصل لشيء، يعني برايك عدد المسلسلات اللي محطوط السنه لو انه النص وشويه جديه شوي بالاعمال، وكان بالنصوص تحديدا لانه عندنا ازمه نص رهيبه، كنا بنشوف شيء يعني احسن من هلا. واضحه يمكن حتى بالنسبه للجمهور المتابع هلا بما انه صرنا ب يعني القسم الاخير من المسلسلات، تمام، العشر الثالث، صرنا عم نشوف على النقاد الصحفيين وايضا الجمهور كله عم يبدي رايه، لكن عم يكون على الراي اغلبه سلبي، سلبي ما فينا نغطي الشمس باصبع ونقول انه لا، نحن يعطينا العافيه اللي عم نعمله شيء منيح، وفي محاولات عم تصير او تجارب صارت الحمد لله هي كثير منيحه وظريفه وقدرت تنقذ شوي الموسم الدرامي السنه، يعني في مجهود ويحترم المجهود ايا كان، يحترم المجهود، لكن علينا احترام المشاهد في مجهودنا، يعني لازم نحترم عقليه المشاهد بمجهودنا هذا، لحتى يعني الاحترام يصير متبادل بينك وبين الجمهور، بيننا وبين اي، حتى بيننا وبين، يعني الدراما المصرية حققت شيء مو معقول خلال سنتين، صار عندهم نقلة بالدراما تبعهم، لازم نحن نواكبهم لأنه بالأخير المصاروي هنن، يعني إذا بدنا نحكي بعالم التنافسية على الدراما في سوريا ومصر، هنن قطبي الدراما بالعالم العربي،
هنن عم يحققوا نقلات حلوه، بالمقابل نحن يا عم نكون مكانك راوح يا اما احيانا عم ننزل شوي هيك نص درجه. علما انه نحن خلال السنوات الماضيه حققنا نقله نوعيه بالدراما السوريه، بس يا من يعني العديد من الفنانين قالوا انه لصالح المسلسلات انه هي تتاجل. طبعا ايه لصالحهم انه تتاجل المسلسلات، طبعا لصالحهم، لصالحهم تسويقيا، لصالحهم كمشاهده، لانه برمضان بتعرفي صعوبه المتابعه، يعني يا بدك تسخري وقتك 24 ساعه وتعملي جدول تبع من الساعه كذا للساعه كذا بدي اقعد نقول بين المحطات، لا بعد رمضان على هدوء بتؤدي بدون دعايات. لكن يا مني في مسلسل انت شاركت فيه قلت دعانه انه ما ينعرض برمضان؟ ممكن لانه بس يمكن لا والله ما قلت دعانه، يمكن لانه انا بفضل المشاهده بعد رمضان. انا كمشاهد يعني انا بعيد اني كممثل، كمشاهد بشوف عرواء بعد رمضان كون اخذ كل الزبده كل الاصداء من الناس من رفقاتي من الزملاء، انه شيء المسلسلات اللي ممكن منطقات يعني الواحد يتابعها تابعها هيك بهدوء مثل ما قلت لك بعيد عن لوسه الاعلانات المصيبه اللي شو هن المسلسلات اللي شاركت فيها ولسه ما انعرضت؟ الكعب عالي، كعب عالي هو سوري لبناني، يمكن لانه نحن تم جزء بسيط منه ما ارتقوا تاجيله لبعد رمضان يكون العرض وانتاج، يعني انجاز هدول الكميه القليله اللي بقت من الهي، ارتقوا انه بعد رمضان بهدوء بنكون كملناه اجت مصالحكم احسن تماما. يعني يا من بالمقدمه كنت عم تقول انه انت هالشهر ما قدرت تعيش كل اجواء لانك رجعت على التقديم الاذاعي، نحن كنا شفناك من قبل بتقديم تلفزيوني صحيح. واليوم بالاذاعه، تحكي لنا عن هي التجربه طبعا عبر برنامج فيش فيوز صح. تمام هو برنامج اسمه فيش فيوز على فيوز اف ام، برنامج رمضاني كل يوم الساعه 11 بالليل بستضيف احد الزملاء بالوسط الفني، بنحكي بمبدا الدردشه وقعده الرفقه بعيد عن يعني نبتعد شوي عن قالب المقابله انه هي دردشه قريبه من الواقع، حتى كلماتها الفقرات تبعها مستمده من الكلمات لها علاقه بالواقع، يعني تعفيش وتفيش تفيش وتعفيش وهي انه قريب من انه الانسان يشوف الممثل يعني او يستمع، لانه نحن هلا هو اذاعي على تلفزيوني شوي لانه نحن عم نعمل بث مباشر صوت وصوره، فنحن ملتزمين كمان بقواعد البث التلفزيوني، فنحن عم نحاول قدر الامكان نشوف المشاهد الفنان اللي بحبه هيك على طبيعته فريش بعفويته بعيد كله البعد عن الشيء اللي بشوفه امام الكاميرا كممثل وهيك، فبنحكي بدخل من ايام طفولته نحو المستقبل، يعني بنحكي فيهم بالتدريج بس بما يخص القالب الرمضاني وزائد القصص اللي لها علاقه لما بنحكي مثلا عن فقره التعفيش، نحن عم نحكي عن التعفيش بالفن لانه التعفيش عم يصير وين مكان، يعني فالتعفيش بالفن نحن بنحكي فيه، عم نحاول قدر الامكان من خلال قعده حلوه وظريفه انه نمرق مجموعه من المشاكل مع اقتراحات لحلولها بس بشكل لطيف وقريب من الناس هيك. يعني لهلا مين اكثر حدا اكثر فنانين استضفتهم ودخل معك كثير بالجو وكانت يعني حسيت انه حلقه مميزه مثل ما انت بدك؟ في كثار والله حلقات اللي حبيتها مثل حلقه الاستاذ رشيد عساف، حلقه زميلتنا وصديقتنا نزلي الرواس، حلقه غاده بشور بعفويتها وضحكتها وقت تدخل معهم بهالمصطلحات، يعني كيف تكون رده فعلهم؟ هلا الشباب اغلب الناس اللي الشباب فورا لما بقول لهم بدنا نبلش قبل ما تبلش الحلقه بدي بتعرف انت كما جرت العاده ما فيك تفوت على اي شيء بدون تفيش، فلذلك انا ما رح بلش معك البرنامج قبل ما فيشك فورا بنطبق لي والله ما عندي عسكريه. فهو اول ازمه صوت العسكري انه والله ما عندي عسكريه او ما عندي سوابق، بقول له نحن راح نشوف هلا اول شيء بالفيش تبعك، اذا ابيض راح تمرق معنا خط عسكري، اذا اسود ما راح اقدر امشي معك بالفقرات نهائيا، فلا نحن منقايين كلهم خط عسكري. يعني يمكن هذا الشيء بيكون قريب من الناس وتقدر توصله للناس بشكل هي اكبر، هي يمكن احيانا المفردات بتلعب دور انك توصلي ل ذهنية المشاهد، لأنه المشاهد صار بيبتعد عن أي شيء له علاقة بالفزلكة أو الشيء الصعب على
مخه هيك شوي يكون صعب تفوتي فيه بافكار وشغلات عميقه كثير، فبيبتعد عنا بيمل فورا. فلهيك لا، كوني قريبه من لغه الناس، فهم الناس، هيك حكيات الناس، بتلاقي الناس الحمد لله عم يكون في له متابعه منيح، يعني عم يلقى صدى هو. ايه الحمد لله. ايه الحمد لله. كيف يعني وقت اللي حواليك كمان هلا غير الجمهور اللي عم يسمعك على الإذاعة، يمكن رفقاتك أو عائلتك أو أهلك كمان، كيف ملاقينك بالتقديم الإذاعي، وخاصة إنه أنت حاليا يعني عم تكون بتكون بصمتك أكثر بالتمثيل؟ إيه هلا هو دائما بقول لهم للناس إنه أنا ممثل بالأخير. أنا لما عم بشتغل دور المذيع، انا عم بشتغله كممثل، يعني عم تأدي دور انا المزيع. عم بأدي دور مذيع فقط لا غير، لانه ما بمتلك، يعني ما شاء الله مهنتكم صعبه جدا، يعني اصعب من اني انا اقدر امتلكها والله بيوم ويومين او برنامج وبرنامجين او ثلاثه، لانه عندي برنامج ثاني اسمه 352 هو كمان رياضي، هذا رياضي عن نفس الإذاعة. انت من عشاق الرياضه، متابعينك على الفيسبوك بيعرفوا. فبلعب دور المذيع، فلا كلعب دور المذيع الناس حابيني، بس اني يكون مذيع لا ما 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 بتجرأ على هي اني يكون كمذيع نظامي او يقولوا لي والله انت اعلامي او صحفي، لا انا الحمد لله لساتني ممثل ولن اتطفل على مهنه غيري ابدا. يعني شو محضر شيء جديد هلا بعد رمضان؟ على شو ممكن تشتغل ان كان بالسينما مسرح، بما انه نحن متعودين كمان عليك بالمسرح؟ ان شاء الله لك المسرح، موسم المسرح ان شاء الله بده يكون ببلش بالشهر 11، راح يكون ان شاء الله في شيء بشهر 11 بالمسرح. مسلسلات راح نفوت قريبا ان شاء الله كمان بعد رمضان بالجزء الثاني من مذنبون ابرياء، اللي هو كان الجزء الاول مو هذا رمضان اللي قبل. السنه ما تم تجهيز الجزء الثاني، لكن بعد رمضان بيكون النص جاهز وفورا راح نفوت تصوير الجزء الثاني، وكعب عالي مستمرين فيه. رح يكون إنجاز ما تبقى من التصوير وعرض المسلسل رح يكون بعد رمضان. بالسينما في لسه حكي، مجرد حكي، ما بنقول فول لحتى يصير مكيول مثل ما بيقول المدح. نتمنى لك كل التوفيق يامن بكل المجالات، ودائما تحقق نجاح مثل ما نحن بنحبك تكون فيه. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم ضمن صباحنا غير. شكرا لكم، وانبسطت معكم، وانبسطت اني طلعت هيك، صار لي زمان ما طلعت صباحا، فاليوم هيك حاسس حالي فريش لأن طالع الصبح. اهلا وميت سهلا فيك، وشكرا لوجودك معنا اليوم، بتمنى لك كل التوفيق يامن. شكرا لكم، شكرا لشاشة الأخبارية السورية اللي دائما متميز وسباقة. شكرا لكم.